ما علاقة تركيا بكركوك؟ ولماذا جاء خطاب أردوغان حاداً تجاه الأوضاع في محافظة كركوك؟ قد يجهل البعض أن تركيا تنظر إلى محافظة كركوك كالعاصمة أنقرة، وإذا ما تابعنا الخطابات السياسية للرئيس التركي من تاريخ 2014 سنرى أنه عادة ما يستخدم كلمة كركوك ضمن المكانة التاريخية لتركيا، فهو الذي قال كركوك كأنقرة وأمن كركوك كأمن أي محافظة تركية، وهي عبارات مرتبطة بالمكانة الكبيرة للتركمان عند الشعب التركي، تغذيها الروح القومية التي تصاعدت لدى السياسيين والشعب التركي في السنوات الأخيرة. وإذا ما عدنا بالتاريخ قليلا إلى الوراء سنرى أن الموصل وكركوك هما من آخر المناطق التي تخلت عنهما تركيا حين نشبت الحرب العالمية الأولى، وبناء عليها تشكلت أزمة دبلوماسية حادة بين المملكة العراقية آنذاك والجمهورية التركية حول مصير ولاية الموصل التي كانت حتى ذلك الوقت جزءا من الدولة العثمانية. وعقب حرب الاستقلال اعتبرت الجمهورية التركية الحديثة الموصل وكركوك واحدة من القضايا المحددة في الميثاق الوطني. وحينها قال مصطفى كمال أتاتورك في اجتماع مجلس الأمة عام 1920: حدود أمتنا من الإسكندرون جنوبا، وفي الجنوب الشرقي تضم الموصل السليمانية وكركوك. من هنا نعرف أن تركيا دائما ما تضغط من خلال القومية التركمانية في العراق على قضية كركوك، خاصة إذا ما عرفنا أن هذه المحافظة تختلف عن الموصل وعن باقي المحافظات العراقية، إذ أنها تحوي على كميات مهولة من الغاز والنفط حتى لقبت بأرض النار الأزلية. وهذا ما يفسر ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسمح بزعزعة السلام في مدينة كركوك التي يشكل التركمان أحد مكوناتها العرقية. ومن هنا سنعرف إن أي خلل سياسي عراقي داخلي سيمهد الفرصة لدولة مثل تركيا أن تنظر إلى مدن مثل الموصل وكركوك وحتى السليمانية على أنها مناطق تابعة للسيطرة التركية وإخت باق من الدولة العثمانية القديمة. شاركنا برأيك، هل ترى أن تركيا ستعمل على التدخل في كركوك في حال تأزم الوضع السياسي أكثر؟